وكذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب، هاي أداة حصر. إذن الذين أراد الله على عظمته أن يذهب عنهم الرجس، لما لا تكتب أسماءهم على باب الجنة وهي المخصصة للمطهرين؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأيضا ذكرنا أن الله إذا جعل أجر الرسالة حبهم ومودتهم، يعني رسالة الرسول وهي أعظم ما في الكون لا يعدلها إلا المودة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه الرسالة لا يعدلها شيء، لا يعقل أن يعدلها شيء، لكن الرسول بأمر الله قد جعل أجرها، ولازم يكون كما سبق في قبل سنة ربما، لازم يكون هناك تناسب بين الثمن وبين المثمن، نوع من التناسب لازم يكون. فإذا كانت مودة القربى هي أجر الرسالة، فلما لا تذكر أسماءهم على باب الجنة؟ لذا احنا ما نحتاج الى بحث سند هذه الرواية، وان كان سندها موجود بعضها عند السنة ايضا عند اتباع اهل البيت عليهم السلام.